Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لنا الجعير وعمى البصر والبصيره. شو ايه يا بنت ده؟ الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني، اقل حاجه عندي. ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال، ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. من ده اللي ياخدك مني؟ من ده اللي ياخدك مني؟ طيب انا اروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. اوكي، سي يو اراوند. باي. ايوه بقى، ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلانه على خير. حاضر يا روح خالتك، على طول كابتني كده يا شريهاء. هاي هاني، تيجي نشرب دريك؟ ايه ده ايه ده، انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفكي بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصه واحده يا شريهاء. لا يا خالتي. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي البانسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا. طب يا جماعه هنعمل ايه في موضوع العربيه دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطه نوصل بيها للعربيه. طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا لا، خليك انا هتصرف. طب احنا هنعمل ايه بقى لغايه ما سيف يجي؟ نشرب. يوه، مالك يا هاني على طول متصرب على الخمره كده؟ ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص. فيها ايه؟ مالك عامله لنا زي قبل النظره كده؟ ايوه يا صبوحه. محزوز جاي، محزوز جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا عادي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي انفورشنتلي. يو، نسيت. هو في عند حضرتك مشكله ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمره، طول ما انتوا قاعدين بادابكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شويه عشان اشوف البيست؟ وماله. طيب مدام، هاف ا جود تايم. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكره اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اه اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب.
اكيد مش بيوصي علينا يا نادي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده يعني. ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. هما مين بيهاز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده. بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربيه. ايه ده؟ عربيه ايه؟ عربيه الكشري يا هاني، عربيه مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعالي بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل أي حاجة كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. ايه اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته. يلا انجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف. يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. اوكي نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانتي مهتميه بنفسك كده. يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحياه دي يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله دي حلوة قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا السواق بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها ايه ده؟ دي هند صبري. هند صبري يا نيلي بحبك حب. سي هاي. ازيك؟ هاي ازيك؟
على فكرة أنا مش بحب أروح للسيليبرتيز وقول لهم أنا بحبكوا وتصور معاكم. دي مش سيليبرتي, دي اسمها هند صبري. أيوة عارفة, يعني ما بحبش أن أنا to invade your privacy وكده. You just did by the way. سوري أنا لازم أدخل التواليت على طول. لا استني بس, ده أنا بعشقك عشق. طب أقولك على حاجة, بيقولوا أن أنا شبهك. لا أنت أحلى بكتير طبعا. ربنا يخليك, ربنا يخليك. عارفة إيه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى إيه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكرة, ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد إذنكم كان في فيلم بتتلاقي فيه حلو قوي. الجزيرة أكيد الجزيرة. لا لا ما كانش في جزيرة, كان على الأرض عادي. إبراهيم الأبيض؟ لا ولا كان أبيض. طب على ما تفتكري أدخل التواليت أرجع له. طب استني بس, ده إحنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده أنت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هند كيفك حلو قوي. أنا كنت عايزة أقول لك مشكلتي. مشكلة؟ طب ممكن أنا أقولك مشكلتي؟ أنا ساكنة في الفيلا اللي جنبكم هنا وجاية عشان المية قطع عندي ولازم أدخل التواليت حالا. أكيد فاهمة. أنا مش هاخد وقتك كتير. أنا كنت عايزة أقولك بس إنه أنا بابي في السجن وكنت عايزاكي تساعديني إنه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الأول. لا لا أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي هاتي. هتجيبي إيه أمه؟ هاتي. طب بجيب النيكلس ده. بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجة من العربية المتعلقة فوق دي. مش هقولك يعني القصة كلها, بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه, ادلعي عليه, ارقصي له. رسيلو؟ ايوه. مش انت ممثله؟ بس بس انا سيبك منها. نالي دي طلباتها شمال. انت ممثله محترمه ما بتعمليش حاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه الاكشن. الحقنا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى, انت استاذ عاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نالي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيليبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا. انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان.